السلام عليكم ورحمة الله. بص بقى يا سيدي، فيديو النهاردة هنتكلم عن ابلكيشن حلو جدا. الابلكيشن ده احنا بنستخدمه برضو في ستوري انستا تبع الفيديو بتاع امبارح، هنكمل عليه. قلنا ان دي بلاي ليست هنكملها على التشانل، هنبتدي بيها. الستوري دي بقى بتعبر عنك انت، بتعبر عن اللي جواك انت. هل انت شخص كرياتيف هتطلع ستوري تحفة، سواء انت مثلا شركة، براند، بلوجر، ستريت فوتوغرافي، موبايل فوتوغرافي، حاجات كتير جدا ممكن تنفعك وهتشهرك كتير لو انت مثلا بتدور ان انت عايز تعمل فولورز اكتر او كده. ولكن في ملحوظة صغيرة بس هنقولها في اخر الفيديو. يلا نشوف البرنامج. يلا بينا نخش في البرنامج وما نتكلمش كتير ونشوف ايه اللي جواه. اول ما نفتح البرنامج، طبعا دي الواجهة بتاعت البرنامج، هسيب لكم اللينك بتاع التحميل بتاعه في الديسكريبشن. هنلاقي ايه بقى؟ هنلاقي دي ستوريز كتير جدا، ماشي، متصممة بطريقة احترافية، ماشي. طبعا عايزين ناخد بالنا من حاجه، ان الحته دي للبرامج البرو، النسخه البرو. وفي طبعا حاجات مجانيه كتيره جدا، ماشي. في طبعا هو حاطط لك كاتيجوريز كتير جدا وفئات كتير. حاجات كتير جدا هتلاقيها. لو مثلا جينا، يعني مثلا انا واخد شويه حاجات عجباني، فمثلا لو جينا خدنا حاجه زي دي على سيلكت، ماشي، هتدخل هتلاقي مثلا ناخد لها صوره زي دي، لا مش لايق عليها، ناخد مثلا صوره زي الزرقاء دي مثلا. في ستايلات كتير هنا، ممكن تحط صورتين، ممكن نفس الصوره بس تحط صورتين فوق بعض، ممكن تبقى بالستايل ده كده، ممكن تبقى كده، ممكن تبقى كده. في ستايلات كتير جدا، وهنا برضو في ستايلات، انت ممكن تحط اكتر من صورة على نفس اللي اوت او نفس الشكل او نفس المنظر. طبعا في النسخة البرو اللي هي دي النسخة البرو. بس طبعا انا شايف ان انت مش محتاج بصراحة النسخة، الحاجات المجانية موفرة لك حاجات كتير جدا. كل ده بيبقى في برو. طبعا هنا ملاحظين ان في حاجات كتير جدا ممكن نعملها بالحاجات المجانية اللي في البرنامج ده. ممكن تضيف ستيكرز او GIF، ممكن مثلا تحط تكست، في طبعا انواع فونتس كتيرة جدا، ممكن تعمل تأثيرات على الصور دي، في انواع خطوط كتيره جدا. طبعا البرنامج واجهه سهله وحاجات هتعجبك فيه جدا. ممكن طبعا تعال نجرب حاجه تانية. مثلا حاجه زي دي هنعمل لها سيلكت، هندخل هنختار مثلا صوره زي الاهرامات دي، هنيجي ورا هنا نختار مثلا صورة الأهرامات كأنه ألبوم على بعضه، بس نختار مثلا صورة واضحة شوية مثلا دي، وهنعمل مثلا الفيل ده بيعمل لك اللون اللي هو اللي ورا، اللي هو الباك جراوند دي. ممكن تعمله كده، ممكن كده، ممكن كده، ده suggested اللي هو بيقترحه عليك. ممكن تدخل هنا تختار انت اي خلفية. بص هو هنا بيفتح لك مجال واسع كبير جدا ان انت تحط ذوقك واختياراتك في الحاجات دي. حاجات كتير جدا ممكن هنا تعملها. مثلا هنا ممكن تكتب ايجيبت، ممكن تكبرها كده، ممكن مثلا تغير لون الخط تخليه مثلا بينك. في درجات كتير جدا من الالوان هنا. البرنامج ده بصراحه يعني من البرامج اللي هتبقى كويسه جدا معاك، هتخلي الستوري بتاعتك مميزه، يعني هتخليك حد كرييتيف.
ماشي، مفيش ناس كتير تعرفه، برنامج مجاني. بالنسبة بقى للملحوظة الصغيرة اللي احنا هنقولها، البرنامج ده للايفون بس. الفيديو الجاي بقى هنجيب موبايل اندرويد وهنشرح نفس الابليكيشن بس على الاندرويد، لان مش نفس الديفلوبرز اللي عاملين الابليكيشن ده هم اللي عاملين الابليكيشن التاني، ففي اختلافات هنوضحها في الابليكيشن التاني، بس هديك نفس الاداء ونفس النتيجة وكل حاجة. والفيديو الجاي في باقي خدع على الانستجرام، خدع جامدة جدا. استنوا الفيديو ده، ولو لسه عملت سبسكرايب بنزل اعمل سبسكرايب تحت وفعل زر الجرس واعمل لايك علشان احبك. سلام.